الفوريات نظام الرادار الذكي كشف عن وجود مركبة مطلوبة على شارع الشيخ خليفة باتجاه الداخل. السائق مطلوب في تهم متعددة ويقود المركبة بسرعة عالية. آدم 99 عمليات حاليا متواجد في المكان المذكور، وافني ببيانات المركبة. نوع المركبة مكلارن أزرق اللون. استلمت. صحيح، البيانات موجودة على نظام الدورية الذكية. صحيح، تم ضبط المركبة المذكورة عن طريق الدورية الذكية بالاتجاه المعاكس بسرعة 201. عمليات جناح 3 معاكم على الشبكة باتجاه المكان المذكور لموافاتكم بالتصوير الجوي. استلمت يا جناح 3، لا مانع اتجه. استلمت لحظات. صحيح، أشاهد المذكور وما زال بسرعة عالية تفوق 205. للعلم المركبة قريبة من ميناء زاي، هل تسمح لي بتغطية الحدث ضمن النطاق الجوي داخل المدينة؟ كلا يا جناح 3، يعطيك العافية، سيتم متابعة المركبة عبر الرادارات الذكية المنتشرة في المدينة. إلى عموم الدوريات، تشاهد المركبة المطلوبة على رادار IP33 غرب. آدم 34 حاليا قريب من الموقع. آدم 34، تم رصد المركبة عبر رادار IP39 جنوب بسرعة منخفضة، توجه إلى المركبة المطلوبة. حاليا تم مشاهدة المركبة المطلوبة عبر رادار IP47 غرب. آدم 34، كم الوقت المستغرق للوصول إلى الموقع؟ صحيح، لحظات. للعلم، تم فقدان أثر المركبة المطلوبة بعد رادار IP49. للأهمية، على جميع الدوريات البحث والتحري عن المركبة المطلوبة في القطاع. صحيح، حاليا في الموقع وجاري عملية المسح عن المركبة المطلوبة في القطاع. تم العثور على المركبة المطلوبة في حالة وقوف نهائي، موقف رقم 5، والسائق غير موجود. للعلم، جميع الدوريات تم العثور على المركبة المطلوبة، احتمال وجود الشخص راجلا في محيط 200 متر. تم تفعيل أنظمة بصمة الوجه على جميع الدوريات. يتم حاليا فرض طوق أمني للقطاع وتوجيه دوريات إضافية باتجاهكم. تم تحويل حركة بعيداً عن القطاع لتأمين مستخدمي الطريق، يلجأ أخذ الحيطة والحذر. عمليات، تم العثور على المشتبه عن طريق بصمة الوجه. صحيح، التطابق سليم، يمكنك استيطاف المذكور والقبض عليه فورا. المشتبه لاف بالفرار، حاليا يتم ملاحقة المذكور، ارسل دوريات المساندة فورا. صحيح، تابع المطاردة. تمت عملية الاخلاء الامني وفتح الاشارات الخضراء. تم تحديد المسار واغلاق جميع المداخل والمخارج لابعاده خارج المدينة. المذكور رافض الوقوف وما زلنا نطارده وسرعته في تزايد. صحيح، تم تحريك دوريات المساندة والجي تي آر بالاتجاه إليكم. للعلم، يتم إغلاق الجسر عن طريق الدعم الأمني وتغطية المطاردة عبر الجناح الجو. عمليات، سرعة المركبة عالية والمسافة تتباعد. الدعم الأمني معاكم على الشبكة، الجي تي آر وجناح الجو على وشك الوصول. الجسر مغلق وعلى أتم الاستعداد لإيقاف المركبة. صحيح، نرى المركبة باتجاهنا. تم إيقاف المركبة والقبض على المذكور. يعطيكم العافية جميع الوحدات.